هنا من ساحة بيت الكرم ومن ساحة بيت الأدب ومن ساحة بيت الواجب ومن ساحة آل الجناين الأكرمين باسم والدنا الكريم الحاج إبراهيم الجنايني الذي عرف بفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وندله الكريم الأستاذ يحيى الجنايني الذي سار على الدرب بالواجب والأدب والصدقة والإحسان محبا لكل أمة الإيمان عاشقا لأهل القرآن في ليلة تكريم الراحلة الكريمة التي كانت نعمة الابنة لأبوين كريمين من آل الجنين ونعم الشقيقة لرجال الأكرمين من آل الجنين رحم الله تعالى رحمة واسعة فلقد أكرمها الله عز وجل وعرجت روحها إلى بارئها مع معراج سيدنا رسول الله إلى الحضرة القدسية فإذا كانت ليلة الإسراء والمعراج هي ليلة تكريم لرسول الله فهي أيضا الليلة هي ليلة تكريم للراحلة الكريمة في جمعنا هذا على مائدة القرآن الكريم أيها السادة وجميعكم أحبة ولا يأتي العزاء إلا الأجلاء والكرماء من كل حدب وصوب جاءوا من جميع الأنحاء والأرجاء رجالا عظماء لهم منوال ومثقال يشغلون أهم المناصب والأعمال أتوا ليؤدوا الواجب لخيرة الرجال هيا بنا لنستمع لشيخنا المفضل فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنايني يتلو علينا من آيات الكبير المتعال فليتفضل مشكورا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ واذكر ربك في نفسك تضرعا
وخيفة دون الجهر من القول بالغدو والآصال ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تقم من الغافلين وإذا قرئ القرآن فاستمعوا واذكر ربك في نفسك تضعيفا دون الجهر من القول بالغدو ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحون وله يسجدون. فاتقوا الله فاتقوا الله
فاصفحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. إن الذين ربك لا يستكبرون عن عبادتك ويسبحونه وله يسجدون. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله وأطيعوا الله ورسوله ويسبحونه وله يسجدون. فاتقوا الله
اتقوا الله واتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم واطيعوا الله ورسوله ذكر الله وجلت
إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. صدق الله العظيم. إلى ما تيسر من آيات سورتي الأعراف والأنفال تلا علينا من زاد الله صوته جمال وزاد خلقه كمال وحظه من الأسماء عبد العال فضيلة القارئ الشيخ عبد العال الجنايني شاكرين إلى فضيلته وإلى حضراتكم جميعا. باسم والدنا الموقر الكريم الحاج إبراهيم الجنايني وباسم نجله الكريم الأستاذ يحيى الجنايني أتقدم بجزيل الشكر إلى حضراتكم جميعا كل من شرفنا بأداء واجب العزاء للأسرة الكريمة. من هنا من داخل فراشة الحاج محروس الصغير وأخيه سامي بالزقازير وهندسة الإذاعية محمد السيد عبد الوهاب ومقدمي الضيافة أبناء التلين أحمد أبو عطلة ومصورنا ومخرج الروائع القرآنية ناصر صلاح. أتقدم بالشكر لكم جميعا قائلا ما قاله نبي الكريم: من عز أخاه المسلم طوقه الله بحلة من حلل الكرامة يوم القيامة. وإن العزاء في الإسلام سنة سيد الأنبياء الذي نادى وقال: يعز الميت ثلاثا، وقال: لا عزاء فوق ثلاث، ومرة قال على جنازة أحد من أصحابه: استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ومرة قال: اسألوا لأخيكم التثبيت، ومرة أمسك بحفنة من التراب وقال: لمثل هذا فاعملوا. ويوم جعفر بن أبي طالب الشهيد الطيار وقف الحبيب وقال لأهل المدينة:
اصنعوا لآل جعفر طعاما فإن عندهم اليوم ما يشغلهم. فهي حسية من سيدنا الحبيب للتآخي بين المسلمين، والعزاء من الله عز وجل للأسرة الكريمة، والتسرية تكن بوجود الناس ومحبتهم. أيها الإخوة الكرام، أشكر أيضا لقارئنا وشيخنا الشيخ ممدوح جودة سعد الذي شرفنا اليوم وشرف بالأمس ويربطه بالأسرة الكريمة محبة عميقة. السادة الكرام، شكر الله لكم جميعا، ويتوقف إرسالنا الآن على أن نعود إلى اللقاء بحضراتكم على مائدة القرآن الكريم عقب صلاة العشاء بإذن الله تعالى. فإلى أن ألقاكم أترككم في رعاية الله وأمنه، ولكم تحياتي من أسرة المذيعين مصطفى عبد الوهاب، مقدم الحفلات القرآنية وحفلات الكبار بعموم الجمهورية.